اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبتي بكم في قناتي وقناتكم قناة وصفات تفرح. فيديو اليوم إن شاء الله المقترح عليكم كي تشوفوا له يكون طبق الطاجين إن شاء الله، طاجين يعني طاجين مغربي 100%، لكن فقط بطريقتي، يعني كل واحد عنده طريقته الخاصة. كذلك يعني لين ما ندخل لكم أو ظهر لكم يعني يوم من أيام الروتين ديالنا لهوناتي في فرنسا في أيام الحجر الصحي. الله يرفع عنا وعنكم هذا الوباء إن شاء الله، ونزل رحمته علينا وعليكم. ندوزو على بركة الله المكونات. المكونات إن شاء الله هي اللحم، نستعمل واحد الكمية يعني على حسب الأفراد العائلة. اللحم ديال الغنمي، بصلتين صغار مش مقطعين، الجلبانة الخضراء. المهم مكونات كاملة على حساب يعني كي قلت لكم أفراد العائلة. هنا استعملت الفلفلة الحلوة الحمراء والصفراء والخضراء شرائح، واحد مطيشة صغيرة مقطعة مربعات، والقزبر قليل من القزبر، يعني كي تعرفوا اللحم ما كيبغيش مطيشة. غنستعمل ربع يعني مهم نصف كاس مخلط بين زيت المائدة وزيت العود أو زيت الزيتون. العطرية اللي غنستعمل أو التوابل اللي غنستعمل، الخرقوم، إبزار أسود، والملح، وإبزار أبيض. وكاين مكونين آخرين هما السر ديالي في نجاح أو يعني كيكون الكو ديال الطاجين رائع، طعم زين، ويعني ما تسخاو تكملوه ولا تسخاو ترفدوا يديكم منه. مهم خليكم مع بقية الفيديو باش تكتشفوا معايا المكونين اللي كنستعمل انا دائما في طاجيني، كيجي مذاق زين وطعم رائع. لا تمشوا منين، ندوزوا لمرحلة تحضير الطبق اللي هو تحضير الطاجين ان شاء الله. هون طافيلات كبيت نصف كاس اللي قلت لكم، نصف كاس مخلط بين زيت الزيتون وزيت المائده. وندير اللحم. المهم خليت الزيت حتى سخنت لي مزيان، ومن بعد ندير اللحم ونقلالي. بسم الله. نخليه حتى يتقلى اللحم مزيان، ونعود نكمل معاكم بقية الفيديو. الطافيلات راه من بعد ما نقلى لي اللحم، من بعد ما نقلى اللحم لاهي نقلى تماما، يعني لاهي نضيف عليه المكون الاول الرئيسي اللي يعني معتمد عندي في تحضير الطاجين، يعني اللي نستعمل فيه هو الزبدة. يعني الزبدة ديال اي زبدة مستعم ديال سواء ديال فيتال ولا ديال، المهم الزبدة تكون ديال الخبز يعني اللي كنتكل ملعقة منها، نخليها حتى تذوب على سمو على اللحم، ونشرب منها اللحم مزيان، ونعود ديك الساعه ندير العطريه. وخليكم تكتشفوا المكون الثاني المعتمد عندي في الطاجين، يعني مكونين ضروري اللي منهم في الطاجين كيعجبني الكو ديالهم في الطاجين. بعد ما يعني ذابت لي الزبدة نضيف الملح، الخرقوم،
يعني كل وحده راه العطريه على حساب الذوق ديالو على حسابه. افراد العائله شنو كتبغي؟ كتبغي حار؟ كتبغي المهم الطاجين الحمد لله ما خلق واحد ما يعرف كتعدلو. فقط انا بغيت نشترك معكم طريقتي في تحضيره، يعني كل واحدة عندها ما شاء الله طريقتها، والحمد لله النساء فنانات في الطبخ كامل. هذا البزار الابيض، نضيف كذلك شوية من القزبر، نعود نضيف البصلة تنقلها هي أيضا. بسم الله، نخليها تنقل ونرجع لكم نضيف المكونات الباقية وكذلك المكون الثاني الرئيسي عندي أنا تحضير الطاجين. لا تمشوا منين، خليكم معي. طافي لا تراعي البصلة بعد ما نقلات لي تقريبا، اللحم كذلك عاد كينقلا مزيان. لهين نضيف المكون اللي قلت لكم معتمد عندي رئيسي، اللي هو الزعفران، يعني زغبات من الزعفران. الزعفران زين تبارك الله في الطاجين. جربوا الطافيلات وردوا عليا. الزعفران يعني اي طاجين درتيه، سواء باللحم سواء بالدجاج سواء باي هو اسمه درتيه، ديري فيه الزعفران والله الطافيلات حتى يجيكم واحد الكو رائع. الزعفران الحر اكيد. نستعمل كي قلت لكم زغبات منه، نحبكم نضيف الخضره. يعني الزعفران حاولوا ما ديروهش مع سموين قلا، حاولوا خلوه حتى ينقل اللحم تماما من البصله. ياك تعودوا ديروه منين تبغوا ديروا الخضره الباقيه. حاول معدل دابا نقص الطاجين على الطاجين. نضيف الجندالة، والفلفلة يعني الفلافل الخضراء والحمراء والصفراء. عرفتوا ريحته رائعة الطفيلات والله العظيم، ريحته تشهي ما شاء الله.
الفوق كاين اللي بغى يدير الزيتون، كاين اللي بغى يدير الزبيب او العنب الجاف، المهم على حسب الاختيار على حسب. غندير شويه البزار من الفوق. انا هنا غندير الزبيب، غندير شويه من الزبيب الفوق، الزبيب اللي قلت لكم درت، ولا ندير حروره كذلك، حرور ضروري من الحروف. انا بعد ما كنستعمل فقط مارين الدار ياكلوه، انا ما قلت عليه، ونخليكم نمشي نعجن واني بكم العجينه. خليكم معايا تشوفوا العجينه اللي يعني عجينتي بطريقتي مالي الخاصه ومكوناتي الخاصه. لا تمشوا منين هون طفيلات لهنا عجن العجين. العجين ديالي استعملت فيه، درت فيه شويه من دقيق البشنه، شويه من دقيق الزرع، فرينه عاديه وسميده رقيقه، خميره، الملح، شويه السكر، ونعجن الخليط ونقرص واني بكم. بسم الله. هنا يعني شاد التليفون بواحد ليد وكنعجن باليد الثانيه فقط باش نتبع معكم المراحل، يعني نخليكم حتى نعجن هاد العجينه مزيان ونرجع لكم. المهم طفيله الراعين، بعد ما عجنت العجينه لين نخليها ترتاح شوي ونرجع. الطفيله السلام راعي، هنا بعد ما عجنتهم كورتهم وخليتهم يرتاحوا ودريك لين ندوز لمرحله نقرصهم، لاه نقرصهم في دقيق البشنه. بسم الله. ونقرص بقية الخبزات اللي بقاو لي جوج ونرجع لكم. قرصت طافيلات الخبزات ودرت من الواجهه ديالهم، درت الزريعه، زريعه نوار الشمس وزريعه القرعه كفقط تزيين، وكذلك صحيين ونخليهم يخضروا ونطيبهم واني بكم. قعدوا حتى تشوفوا، يعني لا تراطوا الفيديو حتى تشوفوا طاجيننا والخبز ان شاء الله واني بكم. السلام عليكم طافيلات راعي، من بعد ما طاب الطاجين هو ورافقته كديسير، رافقته اللي في خوي كان مشكلين ودرت عليهم واحد الياغورت وزينتهم، وهذا هو خبزنا. هو الخبز ديال الزرع والبشنه ديال يعني الذره والسميدة والدقيق عادي فارينة. ورافقتها بطاطا، بما اني ما درت بطاطا في الطاجين رافقتها بطاطا يعني بولد بطاطا
ولدي يبغيها. هذا مكان ان شاء الله يعجبكم الفيديو المقترح اليوم وينال اعجابكم. ونتمنى الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ابوناو معايا في لاشين وفعلوا زر الجرس يوصلكم اي جديد. كنتم المتابعين لا تنسوني من جيماتكم تعاليقكم وبارطاجوا الفيديو. وفقط كان يعني فقط كان روتين من يوم من ايام الحجر عندنا هون في فرنسا الحجر الصحي اكيد. ان شاء الله يلقاكم فيديو هذا بصحه جيده واحوال طيبه، وتحياتي مع السلامه ونبيكم.